السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اهلا بكم بقناه لاله جنونه، القناه اللي مختصه بالوصفات التجميليه والوصفات المطبخيه، شهيوات المطبخ ووصفات تجميليه يعني طبيعيه. كنتمنى هذه الوصفه اللي غنعطيكم اليوم تنال الرضا ديالكم وتعجبكم، وإلا كنتم مازال شابات وباغينهاش ديروها لميماتكم، ديروها لخالاتكم، ديروها لشي وحده عزيزه عليكم هي بانوا فيها التجاعيد وبغيتوا تهلاو فيها، عطيوها هذه الوصفه. هذه الوصفه انا كنديرها من شحال هذه، ودابا شفت بلي هملت راسي شي شويه، يديا بداو كيبان عليهم شويه التجاعيد وشويه ديال التعب، قلت غادي نرجع ندير هذه الوصفه اللي كانت كتليق وكتجي معايا بزاف. هي ماشي بالضبط جات معايا انا، هي كتجي مع كل شيء، يعني اي نوع من البشره سواء كانت دهنيه او جافه او لا عاديه او لا مختلطه، كتجي معها هذه الوصفه. وصفه زوينه بزاف والمكونات ديالها متوفرين في البيت ومجربه وعلى رقباتي، يعني كنديرها انا وكنديرها حتى اللي عزيز عليا. هذه الوصفه فيها مكونات كيف قلت لكم كاينه في البيت، ما يمكنش ما تكونش عندكم البيض، البيض البلدي من الاحسن، او لا البيض اللي ما عندكمش البلدي ديروا غير البيض الرومي يعني. وعندنا المكون الثاني اللي هو الخرقوم، ما يمكنش ما يكونش في كل مطبخ، يعني كنطيبوا به خرقوم. ما تقولوليش ديال الاكل ولا ديال الطبخ، ولا هو كاين خرقوم واحد غير هو الا قديتيه بيدك، ماشي شريتيه مطحون، راه صالح للبشره. وعندي المكون الثالث كذلك حتى هو رئيسي ومهم بزاف في هذه الوصفه اللي هو اللوز مطحون، اللوز غبره، سواء طحنتيه على يدك سواء شريتي اللوز مطحون، ومن الاحسن انا كننصحكم ديما ديروا اللوز المطحون. كناخذوا هذه البيضه هذه كنضيفوا عليها اللوز، كنحتاجوا غير صفر البيض بطبيعه الحال، كنضيفوا عليها معلقه صغيره ديال اللوز ومعلقه صغيره ما عامراش ديال الخرقوم، وغادي نخلطوهم مزيان حتى نشوفوا داك الصفر يعني قرب يبيض، يعني نحكوه بالمعلقه حتى نشوفوا داك الخليط نسجم مزيان وقرب، وداك الصفر ما بقاش صفر بزاف. ومن بعد ما نخلطوهم مزيان كنديروه على البشره ديالنا، بعد ما نكونوا غسلنا مزيان الوجه ديالنا بالصابون وبالماء دافي، الماء دافي. كنكرر علاش كنديروا الماء دافي، كنديروا اولا الصابون والماء عادي باش البشره ديالنا كتنقى، ما يبقاش الوسخ عالق في البشره ديالنا، وكنديروا الماء سخون باش المسام يتفتحوا، باش ملي كنديروا هذا الماسك تيدخل لينا المسام، يعني كيدير المفعول. كتعرفوا نتوما هاد المنافع ديال البيض من الكالسيوم من البروتينات من بزاف ديال المنافع فيها، يعني هي واللوز وهذا والخرقوم خصهم يدخلوا للبشره يتغلغلوا في المسام ويعطيو نتيجه زوينه بزاف. ملي كنخلطوه شفتوا كيفاش كنخلط، كنحك مزيان مزيان داك الصفر مزيان تنحكو. انا دابا راني ما حكيتش باش ما نطولش عليكم الفيديو، ولكن نتوما حاولوا تحكوا الصفر مزيان بحال غادي تصيبوا مثلا شي كريمه ولا كيكه، كتخلطوا الصفر مزيان حتى كيولي ابيض، من بعد كتستعملوه على ليديكم والوجه ديالكم وتخليوه يعني تسترحوا، ما تنوضوش ديروا الشغل، خاصكم تسترحوا باش ملي ينشف. حيت الا درتوا الماسك على الوجه ديالكم او على يديكم وبقيتوا كتحركوا، راه فعاوت لي غادي يمشيو التجاعيد، راه غادي يوليو لكم التجاعيد، حيت غادي يبدا داك الماسك تيتحرك وكي يعني كيحرك مع الجلد وكيتكون لك تجاعيد اخرى انت في غنى عنها. انت باغا ديري دابا هذا القناع باش تحيدي التجاعيد، ماشي باش تزيدي وتضعفي التجاعيد. المهم كديروا القناع هكذا على اليدين ديالكم وعلى الوجه ديالكم وكتخليوه حتى ينشف وانتم مرتاحين، كتاخذوا واحد البلاصه وكتجلسوا مرتاحين بعيد على الضوء بعيد على الصداع، وكتخليوا راسكم حتى كينشف هذاك القناع مزيان. منين كينشف كنجيب واحد كاغيط ابسوربون، يعني كاغيط المطبخ، كنفزقوه شي شويه في الماء وكنمسحو به، كنبداو ندوزو به على الوجه ديالنا باش كنرطبو هذاك القناع، ما نحيدوش نيشان، ما نديروش ليه تبريمه،
حيت الا درنا التبريمه للوجه راه غادي نديرو التجاعيد، غادي نزيدو نكمشو الوجه ديالنا، غادي ندوزو عليه داك الكاريط، غادي نفزقوه ونحطوه على الوجه ديالنا هكا بحال كنديرو كمادات بشويه بشويه حتى كيفزق لينا داك القناع. ومن بعد حتى نشوفو مبقاش يعني الفراتت ديالو داكشي، عاد كنمسحوه مزيان عاود بواحد كاريط اخر يعني جديد، وكان تنتاكدوا ان ما بقاش لينا القناع بزاف على الوجه، عاد كنديروا الماء دافي كنغسلوا به. من بعد كنديروا صويبينه، من الاحسن تكون صابونه بيضاء ديك ديال دوف اولا الصابونه الصفراء ديال الطاوس، المهم كنغسلوا وجهنا مزيان باش ما كتبقاش فيه ديك الصفوره ديال الخرقوم، وما كتبقاش فيه ديك الزفوره اللي اولا الزنخه ديال البيض. كندهنوا وجهنا من بعد بزيت اللوز او لما ورد لكان يعني ما كيديرش لكم حساسيه، او زيت الحامض او زيت الليمون او زيت غير زيت الزيتون الا كان عندكم، دهنوا به من بعد هذا القناع باش البشره حيت كانت يعني حصل لها مع هذا القناع شد يعني تشدت يعني تجبدت، هذاك الزيت غادي يحاول يقادها يعني غادي يرجع المياه لمجاريها. وغادي تعجبكم الوصفه، ونتمنى تعجبكم وديروها حتى الوالدات ديالكم، خالاتكم، الحموات ديالكم، تهلاو فيهم وديروا لهم هذا القناع راه غادي يعجبهم بزاف. وواضبوا عليه، من الاحسن ديروها يوم ويومين ما ديروهاش، وديروها يوم يعني بحال دابا اليوم درتوها ما ديروهاش يومين وعاودي ديروها نهار الرابع هكذا، غتواضبوا عليها حتى تشوفوا نتيجه زوينه بزاف وفي مده قصيره غادي تفرحوا، وما غاديش تبقى تبان لكم التجاعيد لا في الوجه ديالكم ولا في يديكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وما تنساوش البنات ديروا لي اللايك، راه كتفرحوني باللايكات، لايك والاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كيف قلت لكم ما تنساوش اللايك والاشتراك، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.